أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. طابت أوقاتكم مشاهدي الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا بطعم الإنجاز. طعم الإنجاز في هذا اليوم أو في هذه الحلقة طعم خاص، طعم ليس له مثيل، طعم الكلم، كلم الله عز وجل وكلام الله عز وجل، طعم الكتاب المجيد. بهذا الطعم نستقبل اليوم قارئة وليست كالقارئات، نستقبل اليوم نموذجا من العنصر النسوي الذي ساهم بمكنونه وساهم بما يحفظ وبما يرتل وبما يجود لكي يظهر المغرب، لكي يرفع العلم، لكي يظهر بمظهر آخر، ولكي تفتح أمامه أبواب التميز، أبواب العطاء، أبواب البناء. اليوم ضيفتنا هي الأستاذة حسناء خلالي، وهي حاصلة على لقب أول امرأة عربية مغربية فائزة بجائزة عالمية في حفظ وتجويد القرآن بدولة ماليزيا سنة 2012، وقد حظيت بتكريم واستقبال من قبل أمير المؤمنين على إثر هذا اللقب، فائزة مرة أخرى بالجائزة العالمية في تجويد القرآن بدولة أندونيسيا سنة 2014، وممثلة للمملكة المغربية في العديد من المناسبات داخل المغرب وخارجه، وهي الآن بصدد استكمال دراساتها العليا بالتعليم العالي. مرحبا بك أستاذة حسناء. لا أريد أن تمر الجلسة دون أن نقف معك على هذه المحطات وعلى وقعها قبل أن نستفيض في الموضوع. هل تستطيعين تصوير اللحظة التي حظيت بها بهذا التتويج العالمي والدولي، وكان الاستقبال من عقيلة رئيس دولة ماليزيا، كيف كان شعورك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يطيب لي المشاركة في هذا البرنامج، أسأل الله لكم التوفيق بإذن الله. حقيقة كان شعور لا يوصف، خصوصا أنني كنت أمثل بلدي المغرب وأسعى لرفع راية الوطن في دولة ماليزيا أمام أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، وتلقيت بفضل من الله تعالى التكريم من قبل الملكة ماليزيا، وهذا صراحة يضيف للمرأة المغربية ويضيف للمرأة العربية والمسلمة بصفة عامة. نعم. وبعد التتويج مباشرة أذكر وأتذكر أنك انطلقت انطلاقة أخرى وأنت بالمغرب. ما هي أهم سمات هذه الولادة، إنجاز القول، الولادة الجديدة في المغرب؟ حقيقة يعني حصلت على هذه الجائزة وأنا في سن صغير، يعني 19 سنة، أكيد تضيف لي بحكم أنني يعني كنت هاوية، والحمد لله يعني بفضل من الله تعالى يعني شقيت طريق نقول الاحتراف في ضبط قواعد القرآن وآليات القرآن من قواعد ومقامات، ويعني باتت المسؤولية أكبر بحكم أنني تلقيت تكريما من قبل أمير المؤمنين وقال لي يعني بالحرف الواحد يعني نحن فخورون بك، يعني استمري، فهذا يعني يلقي على عاتقك الكثير من المسؤولية. نعم. الحمد لله، والشعب المغربي هو شعب محب للقرآن، ونرى نماذج الآن. نعم. كتاتيب القرآنية وما نعم. تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نعم. من مجهود، فهذا الحمد لله. نعم. كله يضاف في رصيد أهل القرآن. تعودنا في بلدنا أن نسمع ونشاهد القراء فقط من الذكور، فجاءت الأخت حسناء وغيرت
هذا المتخيل عندنا. صحيح. وكسرت القاعدة، وكان هذا التتويج فجأة. يعني هل فعلا الآن غير المغاربة هذه الصورة النمطية عن حضور المرأة وأدائها للقرآن الكريم في بلادنا؟ هو هذا الحمد لله التتويج لم يغير فقط الصورة النمطية في المغرب وإنما خارج المغرب. فأنا أتذكر يعني لقائي بعدد كبير من المشاركين والمسؤولين في دولة ماليزيا، يعني قالوا لي هل أنت يعني مغربية؟ لا يصدقون، خصوصا أن بعض الدول يعني لديهم بعض الأفكار يعني السلبية. نعم. بخصوص المرأة. صح. نعم. صح، ولكن الحمد لله يعني انبهروا. نعم. وكان انبهارا إيجابيا الحمد لله. طيب الآن أعتقد أن المسؤولية انضافت لك، وخصوصا لما تمثلت القدوة أو النموذج بالنسبة للفتاة وللشابات المغربيات على العموم، هل أحسست بأن هناك نهضة أخرى للإقبال والإقبال الكثيف والمكثف على تلقي القرآن وعلى الاشتغال بالقرآن؟ أكيد، هو دائما كان هناك إقبال، ولكن بالنسبة للمرأة يعني ازداد الإقبال الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل أيضا ثم بفضل الإعلام أيضا. نعم. هو له دور كبير. نعم. جدا في إبراز النماذج ذات القيمة التي تضيف قيمة للشباب المغربي والعربي، فهذا الحمد لله كان. نعم. لما نعود للأسرة، هذه النواة التي تخرجت منها بالدرجة الأولى، كيف كان دورها؟ حضور الأب، حضور الأم أو الإخوة إن كان هناك إخوة لهم تأثير عليك؟ أكيد الأسرة تلعب دورا كبيرا جدا. أنا يعني أتكلم يعني من تجربتي الخاصة، أنا في سن صغيرة يعني كان اتجاهي مغاير تماما لاتجاه يعني حفظ القرآن وتجويد القرآن. قد تأتي عندي يعني في سن 10 سنوات وتقول لي ما هو تجويد القرآن؟ لن أجيبك. عجيب. ولكن كان. ومتى حصلت هذه الطفرة؟ حصل بفضل من الأسرة أكيد الأب. يعني طبعا الأم يعني لا أتكلم عنها من المسلمات، ولكن كان حضور أبي حضورا يعني قويا في مسيرتي. ولدي معه قصة عجيبة. كنت في يعني مرة من المرات وأنا في سن أذكر 12 سنة، كنت يعني أشاهد فيلما، لا أدري فيلما عربيا ومنغمسة، ولكن أتى قال لي دائما الأفلام دائما الأفلام دائما الأفلام، استمعي. وعطاني يعني البديل. نعم. قرص مدمج، أتذكر لي الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. نعم. فأنا يعني نهضت غاضبة، لما فيلمي المفضل؟ لكن سبحان الله العظيم يعني صوت ذلك الشيخ لا يزال لحد الآن يتردد في أذني، فرجعت إلى أستمع، سبحان الله صوت ملائكي. بعدها يعني سرقت القرص أو اختلست القرص إن صح التعبير، وبدأت أستمع له دائما 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 وأقلد الشيخ. عجيب. ففي مرة من المرات قلت للوالد والوالدة المقرئة الجديدة حسناء خلالي في البيت. كانت انطلاقة أكيد. يعني هناك من ثم يعني ذهبت لدار القرآن. يعني نعم. دور القرآن. نعم. عديدة. على ذكر دور القرآن في المغرب، هل تحسين أخت حسناء أن دور القرآن في تصاعد كيفي بالدرجة الأولى وليس الكمي؟ وأنا أتحدث عن جودة البرامج، عن جودة التأطير، عن تفتح كذلك والانفتاح على معطيات أخرى ومدخلات أخرى تجعل القارئة أو القارئة في هذا المستوى الذي ننتظره ونبحث عنه. هو الحمد لله هناك مجهود، ولكن أنا يعني من رأيي الخاص يعني حبذا لو يكون يعني التكنولوجيا يعني. نعم. حاضرة. تكون التكنولوجيا حاضرة، فهذا لأن الشباب الآن نراهم يعني يميلون كثيرا للتكنولوجيا. نعم. واستخدام. نعم. فأنا. نعم. أرى يعني من الأحسن أن. نعم.
أن نقوم. طيب حينما نتحدث عن مؤثرات القرآن أو تأثير القرآن يعني بصفة إجمالية في حياة أخت حسناء، ماذا غير فيك؟ وأنا أعلم أنك السيدة المتزوجة الأم العاملة بإحدى المنظمات الدولية المتابعة لدراساتها العليا بدون أي حواجز، أنت تشتغلين تمثلين المغرب في ملتقيات دولية، هل فعلا كان للقرآن هذه الدفعة وهذه الشرارة التي انقدحت في لحظة من اللحظات؟ صحيح، سبحان الله، أنا من بداية حفظي للقرآن الكريم وبداية انطلاقتي يعني في هذا المجال صارت عندي يعني سرعة التلقي وذكاء خصوصا، وسبحان الله يعني كنت دائما متفوقة في دراستي رغم أني يعني كنت أحفظ القرآن الكريم وأنا يعني لدي البكالوريا، وهذا لم يكن أبدا عائقا، فالحمد لله. وبقراءتي للقرآن يعني أمضي قدما في مسيرتي سواء الشخصية أو العملية. نعم، لقطة أخرى نعود إليها ثم نكمل، يعني كيف رأيت المجتمع الماليزي والأندونيسي وهو يتلقى القرآن أو يتعامل مع حافظات القرآن ومع قارئات القرآن؟ وصراحة من أطيب المجتمعات التي يعني بالإجماع المجتمع الماليزي. نعم. يعني محب للقرآن طبعا، المجتمع المغربي هذا من المسلمات يعني. نعم. نحن أبناء البلد يعني. نعم. نعلم ذلك، ولكن طريقة تعاملهم وتلقيهم مميزة، يستحضرونه في كل صغيرة وكبيرة. نعم. حتى أن من مهر الزوجة عندما تتزوج لابد أن تذهب لأداء مناسك الحج مع الزوج، هذا هو مهرها. عجيب. يعني لا تقول أنا أريد يعني كذا القد والقد، لا لا لا، فقط يعني مهرها هو أداء مناسك الحج وليس هناك أعظم من ذلك. ما شاء الله، فعلا رؤية جميلة جدا. طيب الآن ونحن دائما نتحدث عن الشباب وإقبالهم على القرآن، تلقيهم للقرآن، نحن نعرف أن هناك الآن موجة من القراء المغاربة الذين فرضوا وجودهم والذين أبانوا عن علو كعبهم في القراءات أمام زملائهم الأشقاء العرب، هل فعلا كذلك هذه الظاهرة يمكن أن تنتج عنها صحوة أخرى مثلا عند القارئات، وأن تصير القارئات كذلك يتصدرن اللقاءات الدولية والمسابقات الدولية؟ لما لا؟ نعم. أكيد هناك هذا يساعد على بالنسبة للشباب، يعني كلما يعني رأى مثلا شاب يرى رفيقه يعني يمضي في هذا المجال أكيد. نعم. سيتخذه قدوة، وأرى أن القراء المغاربة ما شاء الله يعني يسيرون في خط تصاعدي. نعم. رغم أن هناك بعض التحديات. نعم. فأرى أن الشباب ما شاء الله يعني منهم من لديهم صوت يعني قوي ويحاول أن يضبط المقامات، ولكن. نعم. لابد أن يكون التغني بالقرآن الكريم يعني في حدود القواعد أن لا ينزلق مزلقات حتى أخرى. نجيب عن بعض التساؤلات لدى السادة المشاهدين، هل تستقيم المقامات في كل القرآن أو كل المقامات مع القرآن الكريم كما الشأن في التغني وفي الإنشاد أو الغناء بصفة عامة أو الطرب؟ هو المقامات القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. نعم. فالتغني مطلوب، ولكن المقامات تساعدنا على ماذا؟ تساعد على الخشوع. نعم. إذا كان هناك مقامات ستساعدنا على يعني الشخص يذهب في منزلق كأنه طربي. يعني من أهل الغناء أو. نعم. طرب، هذا لا. نعم. يستصلح. إذا المقامات التغني بالقرآن مثلاً معدودة في آية مثلاً في آية فيها فرح يستخدم. نعم. مقام النهواند، مقام العجم، مقام البيات أيضا، آية فيها حزن أو خشوع، الصبا، الحجاز، سيكا. نعم. هذو مقامات أصليين، وهناك مقامات فرعيين، وهناك مقامات. نعم. مركبة. طيب أنتم في المغرب قراءنا المغاربة، هل لديكم إقبال أكثر على بعض المقامات دون أخرى على خلاف المشارقة مثلا، أم أن الأمر يعني أنا رأيي الشخصي هو هناك يعني أغلب القراء يبدأون بكأنها اتخذت قاعدة هذا هو قاعدة يعني مقام. نعم. البيات. نعم.
أغلى القراء يبدأون به. أنا في بعض الأحيان لا أبدأ بمقام البيت، وهذه نقطة يعني تتميزين بها، أتميز بها حتى يعني في الخارج يقولون حسنا خلي، يعني لا في غالب الأحيان تبدأ بمقام الرصد، ولكن المقام الذي تبدأ به تنهي به. تنهي به نعم، حتى تكون التركيبة الموسيقية والتقطيع. الآن شخصيتك أستاذة حسناء، وهذا مهم كذلك للشباب لما نسأل أو نبحث عن القدوة، هذه الشخصية، شخصية القرآن وأنت تتمثلين القرآن في عملك، ماذا أضاف القرآن وماذا أو من ماذا منعك القرآن مثلا؟ هل هناك عائق من العوائق أنك لا تكونين في كذا وكذا وكذا وأنت في عملك، أم أنه بالعكس القرآن دفعك إلى التصدر، دفعك لأن تتمثلينه في الإتقان في كذا أمور؟ بالعكس، القرآن يساعد ولا يمنع. الدين هو ديننا الحمد لله دين وسطية واعتدال، فلا يجب أن يكون هناك غلو. القرآن هو وسطية، فأنا بالنسبة لي بالعكس في عملي يعني هناك احترام لي أكثر، يعني الحمد لله هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك يعني هناك هيبة القرآن، وهذه نراها يعني عند العديد من القراء، يعني هذا يزيدهم شرفا ولا يمنعهم من أي شيء، ما دام هذا الشيء يكون في حدود الدين والأخلاق. وبالعكس هذا يعلمك العدل، يعلمك الإتقان العمل، يعلمك أن تكون يعني أمينا حينما مثلا تتسلم مثلا في مديرية من المديريات شيئا ما يتعلق بشؤون مالية مثلا. نعم. تكون أمينا بموجب توجيهات القرآن. أكيد فحتى مع نفسك تقول لا، الناس يعني يعتبرونني قدوة، فكيف لي أن أقوم بعمل مخل؟ أو فهذا الحمد لله يزيدني شرفا. أنت حسناء الأم، هل تحلمين أن تري ابنتك يوما ما بإذن الله قارئة؟ أكيد. وأفضل أكيد منك. أكيد. مميزة أكثر. من منا لا يريد أن يرى أولاده؟ ماذا أعددت لهذا الحلم؟ يعني هل لديك الآن تصور مستقبلي لرعاية ابنتك وللدفع بها للاستفادة من نعومة أظافرها ونعومة آذانها كي تتلقى القرآن في ظروف أحسن؟ بإذن الله أكيد لدي، سأضع لها برنامجا، وهذا البرنامج أكيد لا يجب أن يكون مني فقط، بل نعم. أيضا حتى نعم. من الأب، والحمد لله محب للقرآن وأهليه، ودائما يقول لي أيضا نريد خلفا إن شاء الله، خلفا لخير سلف، ونحن المغاربة كذلك نريد هذا الخلف. أكيد. طيب أعود معك إلى بعض الصدمات التي تلقيتها وأنت حاملة للقرآن متوجة خارج المغرب. في المغرب هل كانت هناك بعض الصعوبات؟ بعض الصعوبات نعم، يعني مثلا هل عرض عليك مشروع عمل يخدم القرآن مثلا في للأسف الإعلام؟ للأسف عرض علي خارج المغرب. إذن هذه من الصعوبات. لا عرض علي تسجيل القرآن في المغرب، تسجيله كاملا ختمة، لكن يعني كان مجرد يعني كلام ليس بعد، لم يتحقق بعد. نعم. يعني ربما لأسباب. وبالنسبة للمغرب لازال الأمر لم يحصل؟ لازال. في خارج المغرب تلقيت عروض، ولكن كان الشرط هو الإقامة. وأنا يعني لا يمكنني نظرا لدراستي والتزاماتي الشخصية. نتمنى إن شاء الله في يوم من الأيام أن يكتب اسمك في ختمة أو عقب ختمة، ونفتخر، سنكون فخورين بهذا الإنجاز. مسألة أخرى هو انفتاحك على الدراسات العليا وإقبالك على الدراسات العليا، هذا كذلك ماذا أضاف وأنت بين صفوف الطلبة والطالبات، وربما منهج علمي، منهج ربما مزدوج يعني غربي، دراسة باللغة الثالثة فرنسية. أو فرنسية، درست باللغة الفرنسية. يعني ماذا كذلك شكل هذا الوجود، وجود حسناء بين صفوف الطلبة والأساتذة في التعليم العالي؟ الحمد لله. أنا أذكر أن أستاذي هو فرنسي وليس ليس مغربي، فعندما قلت له أن لدي إجازة في الدراسات الإسلامية وكذا، فاستغرب في الأول، قال يعني كيف ما علاقة هذا بالتخصص؟ قلت له يعني بهكذا باللغة الفرنسية، أنا طموحة
حتى يعني أقوم بهذا التخصص، والحمد لله هذا يشعرني بالسعادة، لأنني من كل شيء أخذت الحمد لله النصيب. ففي الدراسات الإسلامية الحمد لله لدي الشيء الكثير الذي يعني أرضية مهمة أكيد، وأيضا في مجالات أخرى، وهذا الحمد لله. بالعكس، لا أنا لا أحب أن أبقى يعني في ميدان واحد أنهل منه فقط، بل الحمد لله الدين هو دين، هو حياة، هو يعني لا 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 أريد أن أبقى يعني في غلو وتطرف، لا لا. هذا ما يحدث الآن في العالم، هذه الصورة المأساوية والسوداوية من قتل وتقتيل وتفجير وتدمير، يعني كيف تنظر إليها حسناء القارئة المشبعة بروح القرآن؟ وكيف يمكن للقرآن أو لقارئ القرآن حتى أن يؤثر في الآخر، هذا الذي يتلقى؟ للأسف ما نراه اليوم في العالم في الحقيقة شيء محزن ولا يمت للإسلام بصلة، وهذا يكرس الإسلاموفوبيا بالنسبة للآخر. فأسأل الله تعالى أن يبقي بلدنا بلدا آمن وجميع بلاد المسلمين. أرى يعني بالنسبة للشباب أن الجهل هو المشكل. كلما كان الإنسان يعني متعلما ويعلم دينه جيدا وتعاليم دينه، كلما كان يعني أقرب للحقيقة. فللأسف ما نراه يعني شيء يكرس التطرف والفوضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله للأسف. وهؤلاء الناطقون بغير العربية كيف يتعاملون مع القرآن؟ وأنت القارئة المتمكنة من القواعد والمقامات وتنظرين إليهم وهم يقرؤون بعجميتهم وبما أوتوا، ومع ذلك يتفاعلون مع القرآن. أنا من أكثر المنافسين اللي كان هم الذين لا يتقنون العربية. كان الذي حصل على المركز الثاني أتذكر في ماليزيا كان إيرانيا. ويتقن يعني قراءة القرآن بشكل يعني لا يوصف، ولا يتحدث العربية. لا يتحدث العربية. أيضا ماليزيا، أيضا أندونيسيا، فيلبين، تايلاند، يعني سبحان الله لديهم إذا أحببت الشيء يعني تقوم بكل المجهود تنغمس إلى أبعد. العزيمة هي كل شيء. نعم. الآن حسناء خلالي وأنت على ربوة أو جبل، وأمامك أناس ربما أداروا ظهورهم لهذا القرآن، ما هي الآيات التي تختارينها، وما هو المقام الذي ستقرأين به ليديروا وجوههم ويبحثوا عن هذا الصوت أو عن هذا المصدر في دقائق معدودة؟ في دقائق معدودة أنا اليوم سأختار مقام يبدأ به يعني غالبية القراء، هو مقام البيات، وعسى أن يكون يعني فاتحة خير لكل الشباب المسلم. وسأقرأ بهذا المقام فقط نظرا لحالتي الصحية، فبإذن الله يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا في الاستماع قلبا وقلبا بإذن الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود Thank you.
وقال يا الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبورك فيك، بورك هذا الصوت وبورك هذا الأداء. هل تشعر أستاذة حسناء بأن هذا القرآن يمكن أن يغير عقول الشباب في مقبلات الأيام مع مثل كذا أداء؟ أكيد القرآن يغير العالم إلى الأحسن إن شاء الله. فكيف بعقول الشباب وقلوب الشباب؟ والحمد لله نرى قصصا تثلج الصدر، فأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير. نعم. والصلاح. وفي جملة واحدة، إذا سألك الإنسان عن القرآن ماذا تقولين في ختامها؟ منهاج حياة. إخالك تتخذينه كذلك منهاج حياة، وإخال أمتنا تشتغل لكي يكون منهاج حياتها ومنهاجا لوجودها ككل. كانت الحلقة ذات طعم خاص معك وبإنجاز خاص. أشكر لك جميل الحضور، وأشكر لك هذه المتعة الفائدة والمائزة التي أخذناها معك. أما أنتم مشاهدي الأفاضل، ها أنتم ترون كيف أن حامل القرآن ومؤدي القرآن ومنجز القرآن والمميز بالقرآن يعيش حياة جميلة، يعيش حياة كلها عطاء وتميز. أملنا أن نستمتع بجميل الأداء وبجميل الإصغاء وبجميل التمثل. دامت لكم مسرة القرآن والتميز بالقرآن، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.